النهارده كان في خبر له صله مباشره بقى بالانتخابات، قلته قبل الفصل وهقوله لحضرتك عشان نتناقش فيه. اتفضل. دائره فحص الطعوم بالمحكمه الاداريه العليا برئاسه المستشار مصطفى حسين وباجماع الاراء قررت وقف تنفيذ الحكم الصادر بادراج المرشح وليد توفيق علي الفيل في الدعوه رقم 693 لسنه 76 قضائيه الصادر من محكمه القضاء الاداري بجلسه 17/11/2021. محكمة القضاء الإداري كانت قضت بإدراج اسم المرشح وليد الفيل ضمن كشوف المرشحين لانتخابات النادي على منصب نائب الرئيس اللي هتعقد الجمعة. تقدمت أمس هيئة قضايا الدولة عن وزير الشباب والرياضة، ودي النقطة اللي كانت محل خلاف، مين اللي هيطعن؟ الأهلي كنادي ما كانش عايز يطعن وما كانش مرحب بفكرة الطعن خالص، واتجه لإدراج اسم وليد الفيل ضمن المرشحين، إلى أن فوجئنا إنه هيئة قضايا الدولة عن وزير الشباب والرياضة قامت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طلبت فيه بصورة مستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وما ترتب عليه من آثار، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. حمل الطعن رقم 11912 لسنة 68 الدائرة الأولى فحص اللي قضت اليوم بجلسة النهاردة وقف تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من آثار وإحالة الشق الموضوعي للدائرة الأولى علوي، وبذلك وبالحكم ده يكون العمري فاروق فقط على منصب نائب الرئيس. هذا الاتجاه وانت راصد كبير لانتخابات الأهلي، المنحة لسكة المحاكم مبدئيا انت شفتها ازاي؟ طبعا مع احترامي وتقدير الأستاذ وليد الفيل، هو طبعا يعني هو شايف انه بيدافع عن حقه امام القضاء، والقضاء اداله في مرحله هذا الحق، ولكن الاداريه العليا لغت الحكم. وبالتالي احنا في مجرد جوله منفذين قضائيه انتهت، ومهم جدا ان هي انتهت في هذا التوقيت حتى لا يكون في يعني الانتخابات معابه في اي شكل من الاشكال اذا جرت وحصل طعن لاحق فتبطل الانتخابات كلها. فطبعا دي خطوه لا تقلل من الاستاذ وليد الفيل ولا تقلل من باقي المرشحين وقيمه الانتخابات نفسها. انتخابات الاهلي دايما ليها قيمه كبيره جدا، واحنا ما شفناش سابقا مثل هذه الخطوه، لكن هذا حق قانوني حتى وان كان استخدامه يعني ايا كانت الاسباب بقى، اللي هو يعني ليه لجنه القضاء وليه اللجنه رفضت ورقه في الاول، دي كلها تفاصيل قضائيه يعني لا يجوز التعقيب عليها كثيرا. ولكن طبعا انتخابات الاهلي كده اصابت حقها في انها تسير في مسارها الصحيح وتصل للنهايه. وانا عايز اقول حته مهمه يا استاذ ابراهيم، اتفضل. ان طبعا بالنسبه للاستاذ العمري فاروق اصبح هو المرشح الوحيد، ولكن ده لا يعطيه الحق ان هو يفوز بالتزكيه. لازم هي تزكيه مشروطه، لازم ياخد 25% من اجمالي الحضور. طبعا يعني دي نقطه اسمه هيبقى موجود في كشوف التصويت، لازم يصوت عليه، لازم يعني الساده الاعضاء يخشوا يعلموا عليه او يرفضوا او يقول رايه فيه، يقول رايه فيه، انما ما يعتبروش فائز من يعني من قبل الماتش. يعني احنا قلنا بالتزكيه بيتأهلوا بالتزكيه، لا هو بالتزكيه عشان ما فيش حد ضده، بس لكن تزكيه مشروطه، تزكيه مشروطه، ودي نقطه مهمه جدا. يعني بننبه كل اعضاء النادي الاهلي ان هم ينتبهوا اليها حتى لا يكون هناك ثغره في المقبل النتيجه الانتخابيه. ان شاء الله يعني هيكون يوم رائع كعادته في النادي الاهلي. وعايز اقول لاستاذ ابراهيم ان انا يعني متعامل مع انتخابات الاهلي من سنين طويله جدا.